الاحتلال هنا في محافظة نابلس بانتهاكاته التي لا تتوقف يوما واحدا. يستيقظ أهالي قرية عريف جنوب نابلس على صوت تفجير منزل الأسير باسل شحاده بعد مداهمة القرية وتحويل محيط المنزل المستهدف إلى ثكنة عسكرية مغلقة وإفراغ البيوت القريبة منه من السكان. وهنا ينفذ جريمته بعد ساعات من تفخيخ البيت بالمتفجرات. اللي صار معنا اليوم هو يعني حلقة في سلسلة الانتقامات من الشعب الفلسطيني جميعه، اللي بدأت الانتقامات من 1917 أو قبله حتى هذا اليوم، يعني أكثر من قرن من الزمان ونحن في هذه الدوامة، مش من يوم ويومين ولا قرية محددة ولا مدينة، إنما كل الشعب الفلسطيني جميع مطارد حتى في الشتات مطاردين أو مطرودين، لكن أملنا بالله بالعودة إن شاء الله والثبات. لم ينتهي المشهد بعد. يسابق هؤلاء الشبان من أهالي عريف الزمن من أجل تنظيف المنزل المهدوم وإزالة الركام، يتبادلون العمل بينهم والمشورة في كيفية إعادة بنائه مرة أخرى في مشهد يجسد فشل الاحتلال في النيل من عزيمة شعبنا بهذه السياسة القديمة الجديدة في هدم منازل الفلسطينيين. الساعة 10 بلشوا يتوافدوا الجيش، طوقوا هاي المنطقة وبلشوا بإخلاء الدور المجاورة. استمر تواجدهم في المنزل لحد الساعة الثالثة بلشوا ينسحبوا، اتجمعوا في المنطقة فوق على الشارع الرئيسي، والساعة الثالثة تماما يعني تمت عملية التفجير لجدران هاي الشقة. 5 منازل هدمها الاحتلال في قرية عريف أواخر العام الماضي، وهي بالإضافة إلى منزل الأسير باسل شحاده منازل الأسيرين زياد الصفدي وحامد صباح ومنزلي الشهيدين خالد صباح ومهند شحاده الذي ما زال الاحتلال يحتجز جثمانه بعد أن أعدمه بدم بارد عند مدخل مستوطنة عيليه الجاثمة على أراضي جنوب نابلس في 20 حزيران الماضي، وذلك مع رفيقه خالد والذي أعدمته قوات الاحتلال الخاصة في جنوبي طوباس بعد ملاحقته لعدة ساعات. معاول حاقدة تهدم وأخرى تبني، لم تمضي ساعات قليلة على هدم الاحتلال لهذا المنزل حتى بدأ هؤلاء الشبان بإعادة تنظيفه وترتيبه لبنائه مرة أخرى. في رسالة للاحتلال تعبر عن مدى صمود المواطن الفلسطيني رغم كل هذا العدوان الذي يقترف بحق أبناء شعبنا. من بلدة عريف جنوب نابلس، بدر أبو نجم، تلفزيون فلسطين.